البنك الفيدرالي المركزي الأمريكي قرر يوم أمس رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. ده معناه إيه؟ ده معناه إنه كلاكيت تالت مرة ده يحصل من بداية الأزمة الأوكرانية الروسية. أكيد القرار ده هيكون ليه يعني عدد كبير من التداعيات على الاقتصاد العالمي وعلى سلاسل الإمداد. امبارح أيضا على المستوى الداخلي رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي طلع في مؤتمر صحفي وقال إن في حلول من الحكومة لتقليل آثار الأزمة العالمية، أكد إن منها بعض القرارات زي تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر. خلينا نربط ده بده، نشوف الحرب رايحة فين أو الأزمة الأوكرانية الروسية رايحة فين وتداعياتها على قرار الفيدرالي الأمريكي. رحبوا معنا بالدكتورة سهر الضماطي الخبيرة المصرفية، هنتكلم معاها بالتفصيل حوالين هذا الامر. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. انا بعرف. اهلا دكتوره، صباح الخير. دكتوره قولي لي، ثالث مره يرفع المركزي الامريكي سعر الفائده، بالتاكيد سيكون لهذا الامر اثار اقتصاديه. حصل ايه في اول مره وحصل ايه في ثاني مره عشان نتوقع ثالث مره هيحصل فيها ايه؟ طيب عشان ارد على حياتك، الاول اقول لك ليه هو رفع. أمريكا بتعاني لأول مرة من التسعينات بارتفاع غير مسبوق في التضخم. الارتفاع الغير مسبوق في التضخم ده بنتكلم على أسباب كتير، احنا لازم نبتدي من كورونا أو كوفيد-19، ومن وقتها وتوقف القطاعات وسلاسل الإمداد وارتفاع الشحن وارتفاع أسعار المواد الغذائية، دخلت على طول في الأزمة الأوكرانية. وفي هذه الأزمة دخلنا بقى في ارتفاع النفط الغير مسبوق وارتفاع الغاز وارتفاع برضو المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج، المواد الخام، الأسمدة وخلافه. طيب هذه الارتفاعات الغير عادية أدت إلى تضخم، وتبتدي في الحالة دي البنوك المركزية إنها تتخذ إيه الإجراءات تقدر تتخذها عشان تكبح هذا التضخم بشكل معقول. فهما كانوا اعلنوا في الاول لا انا هزود 0.25% بالظبط، وبعد كده قال لك لا مش هينفع هزود 0.5%. وبعدين اتكلم امبارح بالليل، يعني كلنا كنا عاملين حساباتنا على ان هو هيزود 0.5% على مدى فاضل له افتكر 4 أو 5 جلسات من هنا لغايه اخر السنه. لكن في النهايه حياتك لو بصيت دلوقتي انت بتتكلم هيوصل لاول مره ل 3 و4 بعد الزيادات دي، هتزيد الفايده 3 و4% مقابل عنده تضخم 8.6%. شوف الفرق حضرتك كبير. فهو هيستمر على هذه الزياده طبعا، وده بيبقى له تاثير. هو بيحمي نفسه، هو بيحمي الاقتصاد من التضخم، لان الحقيقه الشعوب سواء اوروبيه امريكيه العالم كلها بتعاني معاناه شديده من هذه الارتفاعات ومن هذا التضخم، ما حصلتش في حياتهم قبل كده ولا في حياه الدنيا. يمكن احنا انا شايفه ان مصر احسن الحقيقه من هذه الدول، هناك مظاهرات جامده جدا. سعر الجالون البترول او البنزين مش زي عندنا بلجنه كل فتره، لا ده حياتك تدخل بعربيتك البنزين $5 اظن في ساعتها، السعر اتغير من ثانيه يتغير عنده في البنزين، هيدفع في بعض الولايات 5، في بعض الولايات 6. فبتتكلم طبعا انا عايزه اقطع حضرتك دكتوره سحر يعني اسال سؤال. حضرتك قلتي مصر وضعها افضل من الباقي، طبعا بلا شك ربنا يديم علينا نعمة الرؤية الاستباقية والتعامل مع الأزمة وإدارتها اللي بتحصل دايما، ولكن خلينا نقول الناس حاسة أن في زيادة طبعا أسعار ومتوقعين أن هناك زيادة قادمة، وهو اللي موجود في العالم كله. بالرغم من ده إحنا الوضع عندنا أفضل، أو حضرتك بتؤكدي على هذا، ممكن تشرحي لي منين جاية القصة دي؟ شوفي حضرتك، التدخل اللي حصل من الحكومة في الفترة اللي فاتت تدخل كان قوي وسريع جدا، متمثل في حاجات كتير. نمره واحد لو خدتي بال حياتك ان بالنسبه للاسواق اتعملت اسواق موازيه وباسعار كويسه مش موجوده في اي حته تانية. بسرعه عندك 1.5 مليون فدان يتم زراعتهم من القمح، والاتجاه بقوه الى الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الغذائيه وتحديدا
لما نتكلم الملح القمح والذرة، فدي خطوات كويسه جدا رغم ان احنا لسه بنستورد، ولكن على الاقل عطيتي الاستراتيجيه وبتنفذي فعلا. عندك صوامع موجوده علشان موضوع القمح، فده في حد ذاته تقليل الهدر، التعامل معاه، الخطوات دي لم تتوقفي عند هذا الموضوع، بل بالعكس خلي بالك برضو الميزات اللي عملتها الضرائب، التخفيض في الضرائب في حاجات كتير بدل 25 ولا 26 اسلوب ضريبه اللي كان عندنا، الدنيا دي هجت كتير جدا حتى على الافراد. المظله الاجتماعيه ماشيه زي ما هي، الصحه، فكل ده اللي اتعامل من الدوله غير مسبوق. نيجي فلوس بقى مش على موجوده في ايدي ولكن جداً. خدمات، نعم فلوس مش ممسوكه في الايد ولكن خدمات بفلوس كتير بتقدم بالمجان. لا خدمات وبفلوس، استصلاح النهارده، لا قصدي الخدمات دي انا باخدها ولكن من غير ما ادفع فيها فلوس، فهي بشكل او باخر بتترجم بفلوس. بالظبط. القرار اللي اخده في خامه الرئيس ان انت تاجلي الكهرباء، ده تنزل لك كهرباء وميه وغاز حاجه، كل القرار ده لا يتاجل مش وقته. شوفي حضرتك الكلام ده ما بتعملش في بلاد كتير. صحيح صحيح. في نفس هذا التوقيت شفنا البنزين لسه بتقولي عليه، البنزين كل 3 اشهر لجنه وبتكرر، وزاد ايه؟ زاد 25 قرش. والسولار لا ما بتكلمش على هنا، بتكلم على امريكا لما طلع $6. ايوه بص حياتك، مصر 25 قرش وفي نفس الوقت السولار ما اتحركش، لان السولار هو اللي بيحرك كل التبادل التجاري الداخلي داخل المحافظات. صحيح. فده في حد ذاته في نقطه ثانيه برضو. خليني طيب قبل ما اخش النقطه الثانيه، لما لو رجعت للقرار المركزي الامريكي الفدرالي المركزي الامريكي، ازاي ده هيأثر على سلاسل الامداد العالمي البلوك تشينز؟ لا اوكي شوف حضرتك، هو انت اصلا سلاسل الامداد كانت فيها مشاكل كبيره ومتوقفه. بالظبط. واخد بال حضرتك؟ لما يترفع بقى سعر الفايده. لما سعر الفايده بيترفع ده معناها ايه؟ ده معناها حضرتك ان انت بتعمل تباطؤ اقتصادي. يعني ايه كلمه تباطؤ اقتصادي؟ يعني ببساطه شديده تكلفه ان انت تقدر تستلف النهارده بالنسبه للشركات اصبحت اعلى بكتير. اصعب. اعلى. انا لما كنت بستلف بفايده مثلا ب $2 كنت بستلف بفايده $3.5. بالظبط. فالتكلفه هنا اعلى بكتير. بالظبط. زياده هذه التكلفه بتؤدي الى مشاكل ماليه واقتصاديه، لان في تغيير في الاقتصاديات، في ريسك بالنسبه لي هسدد ازاي، بتاثر على هذه المشكله اكتر واكتر. فدي نقطه مهمه جدا، وده اللي حاصل وهيستمر شويه، لان ما زال الازمه الاوكرانيه قدامها وقت في الحل، وما زال ظلال الصين وتايوان دلوقتي بيلوح بقاله فتره وهيبقى له تاثير اخر برضو، وبتحديدا بقى في سلاسل الامداد. سلاسل الامداد التضخم قدامه، احنا شايفين برغم ارتفاع اسعار المدخلات الانتاج كلها، احنا شايفين برغم ان الناس عماله تقول ان في نقص في السلع، احنا شايفين ركود في حركه التجاره العالميه. منين في نقص في السلع ومنين في ركود؟ هل ارتفاع الاسعار الشديد حتى وان توفرت السلع بيصعب على الدول انها تتبادلها او انها تبيعها وتشتريها؟ شوفي عايزه اقول لحضرتك حاجه، لما انا بقول في ارتفاع في التضخم واحد، اجي بقى كلام حضرتك اخده من هنا نتكلم في نمره واحد، ان نقص في السلع مش موجود. نقص في السلع مش موجود ليه؟ هل نقص في السلع المحليه ولا السلع المستورده؟ لا مش السلع المستورده اكتر حاجه. انا مش بتكلم على مصر، انا بتكلم عالميا. ما هو نقص السلع ده جاي، لو اتكلمنا على عالميا بتتكلمي اساسا في المواد الغذائيه، لان في مشكله كبيره جدا في تصدير القمح الى باقي، يعني من روسيا واوكرانيا لاوروبا، احنا مش هنبعد كتير قوي يعني. في هذه المنطقه في نقص كبير، والكلام ده زي ما قلت قبل كده جاي من وقت ما بدايه مشكله كورونا. كان في هذه الزياده، فده ما هياش حاجه جديده، ده بالعكس زادت. نعم. طيب الركود ده معناه وصلنا الى نقطه، ويا رب ما نوصل جامد، يعني احنا داخلين في السكه دي، ان انت بنسميها حاجه بنسميها ستاكفليشن. يعني ايه؟ يعني عندك تضخم عالي جدا، القوة الشرائية مش قادرة على بالزبط. ارتفاع الأسعار، ده الخوف، فالقوة الشرائية بتقل جامد جدا،
فبيؤدي ده الى عدم ركود طلب الأسوار. للمنتجات في نفس التوقيت اللي عندك ارتفاع في السعر، بما يؤدي ان بعض الشركات ما تعرفش تشتغل. ليه؟ لان كل حاجه زادت عليها كله، النفط، مدخلات الانتاج، الاسعار، الفايده، اللي تدخلي في ده. احنا وده حاجه حصلت من 40 سنه والحمد لله ما حصلتش بعد كده، ونتمنى ان احنا ما نوصلش لكده لو الحرب دي خلصت، لان دي بتبقى مشكله كبيره. انا مش متضايقه من نكون في فتره معينه اللي احنا فيها دلوقتي نقص في السلع المستورده. ايوه لازم هيحصل كده. ليه بقول الكلام ده؟ لان المعروض عندك من العمله دلوقتي اقل منه من المطلوب، فانت عايزه تقللي الطلب عشان ما يبقاش فيه فجوه ما بين الطلب والعرض على العمله. اكيد انا محتاجه فلوس اشتري بيها قمح، مش هروح اشتري بيها مناديل مستورده مثلا وانا عندي المنتج المحلي ببديل بكواليتي محترمه وب حضرتك حطيتي متوفر وبايدي عامله مصريه مشغله ناس، يعني انا عندي سلسله كلها ماشيه مع بعض. ماشيه مع بعضها، بس دلوقتي حياتك اللي انت بتعمليه خدتي خطوات قويه جدا. طب على فكره وثيقه الدوله للملكيه دي قويه ومهمه قوي، وحطت الخطوات والاستراتيجيه المستقبليه للتعاون الوثيق ما بين القطاع الخاص والقطاع العام واستجزاء وجذب عدد كبير من المستثمرين. كل ده اتحط. 25 مليار دولار جات لك من دول الخليج وبتشتغل معاكي، عندك خطوط ائتمانيه قويه علشان تضمن لك استيراد القمح وتضمن لك استيراد النفط. في شغل كبير معمول، ولكن اللي انا عايزه اقوله في فرق في توقيت ما بين ده وده، والفتره اللي احنا فيها هيبقى فيها ترشيد، وهتحسي دايما الناس ان في بعض البضائع ناقصه لكن المواد الغذائيه موجوده. صحيح، دي اهم حاجه بالظبط. طب سيناريوهات التعامل في الداخل المصري، البنك المركزي المصري برايك هل هيرفع بقى يعني سعر الفايده على الاقراض والايداع زي ما حصل في المره اللي فاتت؟ هل هيعمل اجتماعه الدوري القادم شهر اغسطس ولا هيبقى في قبل كده؟ يعني هل هناك سيناريوهات تتوقعيها يمكن ان تحدث ردا على قرار المركزي الامريكي؟ شوف حياتك، هو السياسه النقديه، لجنه السياسه النقديه هتنعقد الخميس الجاي. فبالتالي طبعا احنا كلنا لغايه امبارح بالليل كنا بنتكلم على 50 نقطه. الساعة 12 بالليل طلعت 75. طبعا ليها تداعياتها. انت النهارده الفايده بتاعتك اللي قصدي انا اسفه التضخم 13.5%، ده بنتكلم على المدن، بنتكلم على الجمهوريه بتتكلم 14.5. ده معناها ان انت ممكن تقلب فايده سلبه. افهم الناس يعني حياتك كل ما التضخم اعلى من الفايده بتاعتك كل ما ده بيؤدي الى تاكل الاموال. تاكل الايه؟ الأموال. يبقى هي كده يعني بنحوش الفلوس بشكل او باخر. لا مش بنحوش خالص هنا، ده احنا هنا بنتكلم في حته قيمه الجنيه. عايزه تحافظي على قيمه الجنيه. لما بيبقى التضخم عالي حياتك تبصي تلاقي معناه ايه؟ هشرحها بطريقه بسيطه. اللي انت كنت تشتريه امبارح ب 10 جنيه هتشتريه النهارده ب 200 جنيه. مش 200 يعني؟ يعني انا بكبر عشان ادي الفكره. ايوه. ف اللي بيحصل ايه؟ ان انت عندك كذا هدف. واحد كلجنة سياسة نقدية ان انت تخفض التضخم. تمام. اتنين يبقى دايما في فجوة كبيرة جدا، فجوة مقبولة ما بين الفايدة على العملة الاجنبية والفايدة على العملة المصرية. ليه؟ علشان دايما يبقى الجنيه المصري ماسك نفسه. تلاتة ان انت كنت تبقى ضمن مستهدف البنك المركزي الخاص بالتضخم، الا وهو احنا كنا بنقول 7+2 = 2، هو كان 9 اخر حاجه، انت دلوقتي 13.5 و14. جميل. فانت هنا بتراعي مجموعه نقط في منتهى الاهميه. فانا السؤال بتاعكم، توقعاتك ايه بالنسبه للجنه السياسه النقديه الاسبوع الجاي؟ هتعمل ايه؟ هل هتزود الفايده تاني؟ طب هي زودت 1% اول مره، زودت تاني مره 2%، والاثنين كانوا الحقيقه في منتهى القوه السباقيه قويه جدا. اعتقد انها قدامها يعني اثنين سيناريو، ويمكن هو بقى سيناريو واحد ان هو لازم يزود الفايده
في حدود ال على الإيداع والإقراض برضه. طب خليني أقول لحضرتك سؤال كده موجود في الشارع على طول نحاول نجاوبه سريعا. الناس، أنا فتحت موضوع التحويش ويمكن فكرتي ما وصلتش، خليني أطرحها تاني. الناس بتقول علشان فلوسي تفضل موجودة أشيل فلوسي في إيه؟ أشيل فلوسي فلوس، أشيل فلوسي في ذهب، أشيل فلوسي في استثمار عقاري، ده للي يمتلك فلوس أصلا. نعم، شوفي هذا سؤال مهم جدا، الموضوع أين تستثمر أموالك؟ حتى لو مش هتستثمر، حتى لو بتحافظ على قيمتها بس. هو نعم نقول ماشي، هاخد سؤال حضرتك كده. حضرتك قدامك دلوقتي النهارده في كافه البنوك المصرفيه في شهادات في حدود ال 14، تتراوح مع في بعض بنوك بتقول لك 14% لمده 3 سنين، في اخرى لمده 4 سنين، ولكن 14% ده رقم كويس جدا. بنك ناصر بنتكلم على 15 وي، فده انا اعتقد ان هو استثمار كويس فتره قصيره. احتجتي لسيوله في هذه الفتره تقدري تاخدي سحب على المكشوف مقابل او بضمان الشهاده بتاعتك وتصرفي. الذهب، الذهب يعني انا بنصح ان اللي عايز يستثمر في الذهب ياخد باله من ثلاث حاجات. اولا يبعد عن المشغولات. ليه؟ لان لما تيجي تبيعي بتخسري في الدمغه مصنعية، بتخسري في الضريبه، بتخسري في المصنعيه، الى جانب تذبذب سعر الذهب في هذا التوقيت، وهو زي ما احنا شايفين يعني ايه طالع نازل، ولكن الكيرف بالكبير طالع. طب والناس هتشتري برضه احسن حاجه سبايك وجنيهات ذهب برضه يا دكتوره؟ ما هو مش كل الناس يعني مع حياتك ده سؤال برضه. مع حياتك عايز تشتري مشغولات يا مصطفى؟ ما يعني لو عايزين تشتري مشغولات سهل جدا. في زمان الستات الكبار كانت تلاقيهم يشتروا الغوايش اللي هي ما فيهاش اي مصنعيه، دي متوفره وتقدر ياخد منها جزء كده جزء كده جزء كده. التمويل العقاري اللي حضرتك قلتيه ده عندك بقى فلوس زياده، وده من احسن الاستثمارات اللي هو بنقوله بلوك انفليشن، يعني بيغطي الانفليشن التضخم، فده بيبقى طويل الاجل. وبتبيعي ساعات العقار بتاعك بنفس السعر في التاريخ اللي هتبقي فيه، بنفس سعر التضخم، فانت ما تبقيش خسرانه. ولكن مع وضع في الاعتبار ان عمليه البيع ساعات تاخد وقت شويه، مش النهارده طويل الاجل ومش سهل التصرف، لكن فيه عندك فلوس زياده. صحيح، استثمار ممتاز جدا. على اي حال يعني احنا خزانه كمان. صحيح، احنا يعني بننتظر، يعني زي ما شفنا البنك الفيدرالي الامريكي لما رفع سعر الفايدة 75 نقطة أساس، أعتقد أن ده هيبقى ليه أثار على المستوى العالمي. بنشكر دكتورة سهر الضماطي الخبيرة المصرفية، كلمتنا على هذا الأمر وحللت معنا المشهد عالميا وداخليا. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.